لا إله إلا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا الله. مشاهدينا الكرام، في هذه اللحظات كما تشاهدون أمامي العاصفة القوية، عاصفة رياح قوية تضرب نواحي مدينة مراكش كما تشاهدون. صراحة المحل مشى فيها المحل، الدرون كل شيء طاح. يلا نقرا على بارتي هادي، سي فريمون كاتاستروفيك، لا كاتاستروفيك هادشي. الحمد لله الحمد لله. رحم الله عبدا عمل عملا فأحسن فأتقنه. هذا كله زي ابن الغش ديال الناس اللي صابوا براقة ديال الشتا وديال الشمس، ولكن صراحة ما صابوا فيها والو. الخشب، شوف الرداءة ديال الخشب، رداءة الخشب. ابتلاء لا إله إلا الله. الحمد لله، يبان لكم الروينة باقي الرياح، باقي مجهدة لحد الآن. اللهم ارحمنا، اللهم سقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. سبحانك اللهم بحمدك نستغفرك ونتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك، سبحانك اللهم بحمدك نستغفرك ونتوب إليك. لا إله إلا الله. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اكثر يا اخوان من التكبير، جزاكم الله خيرا، تحياتي لكم. اذا كنت اول مره تشاهد قناه اسرار الطبيعه فلا تبخل علينا بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، يسرك كل ما هو جديد ان شاء الله تعالى على المباشر. كما تشاهدون رياح قوية تضرب نواحي مراكش، بالضبط مدينة تحنوت، نواحي تحنوت. ثالثة أضرار في بعض الممتلكات، ولله الحمد، هذا بفضل الله عز وجل. نحن لا نقول قوة الطبيعة، ولكن نقول قدر الله وما شاء فعل هذا، والحمد لله رب العالمين. شوف الله بارك، شوف 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 شوف، ولكن الحمد لله ان شاء الله تعالى كل شيء بيتقاد، كل شيء بيتصوب، اي حاجه ماديه راه تتصوب من بعد، راه كل شيء ان شاء الله تعالى بيرجع لا مكان في الاصل ان شاء الله تعالى.
وان شاء الله تعالى نحاولوا نقدوه يكون داكشي يكون بيان في يكون مقدم مزيان ان شاء الله تعالى، يكون عمل متقون عمل متقون.